خلينا نبدأ كالمعتاد. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان موجود بالأمس في شمال سيناء وقال إن الدولة حريصة على إنها تسبق الزمن في إنجاز خطة التعمير والتنمية في شمال سيناء، وقال إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرار استراتيجي في 2014 بتنمية سيناء إلى جانب دحر الإرهاب. كنا حريصين النهاردة على الجانب التنموي، ان انا اكون موجود النهارده مع زملائي من الساده الوزراء والمسؤولين عشان نعلن انطلاق خطه تنميه شمال سيناء. هذا القطاع عانى من الارهاب على مدار العشر سنين الماضيه، واهاليه وزي ما يعني قبل قواتنا المسلحه وابناء الشرطه هم كمان عانوا من هذا الارهاب البغيض. وزي ما قلت ما كانش في اسبوع بيعدي الا وبنشوف حادثه بيستشهد فيها حد من قوات الشرطة، من قواتنا المسلحة أو من أهالي شمال سيناء. نجحنا الحمد لله إن احنا نقضي على الإرهاب، ومع ذلك في نفس الوقت اللي كان الإرهاب بنحاربه كنا برضو بشغالين في التنمية. النهاردة إن شاء الله ده تدشين لعملية وانطلاق عملية التنمية الكبرى في شمال سيناء باستثمارات هتتجاوز 400 مليار جنيه الدولة هتضخها في الفترة الجاية عشان تحقق تنمية شاملة ومتكاملة لهذه المنطقة، عشان تخدم أهالي شمال سيناء وتخدم أهل مصر كلهم. أنا مش عايز أطول على حضراتكم، ولكن من هذا المنبر مرة أخرى بنجدد دعوة القيادة السياسية ودعوة المصريين كلهم بإنهاء الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة اللي بيعاني منها أهل غزة النهاردة، وإن يتوقف النزاع والدمار الذي لن يؤتي ثماره أبدا على المدى القصير ولا البعيد، وأن ننظر جميعا لحل هذه القضية الأزلية بأسلوب عادل يحقق مصلحة كل الأطراف. وفي زيارة رئيس الوزراء لمعبر رفح، الزيارة اللي كانت لافتة جدا، قال في مؤتمر صحفي إن مصر بتتحرك على كافة المستويات بدءا من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة، وهي تعمل على حل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة اللي بيتعرض لها سكان قطاع غزة، وإنه حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا بحل الدولتين، ولن يكون هناك استقرار في المنطقة دون هذا الحل. بالرغم من فداحة الحدث وعظم الضحايا الأبرياء المدنيين، لكن يظل أن الحل الدائم لهذه الأزمة اللي هتظل موجودة في المنطقة هو هذا الحل الدائم والعادل اللي أقر به العالم قبل كده. فعشان كده مرة أخرى إحنا من هذا المنبر إحنا كدولة حريصين كل الحرص أن ندعو العالم مرة أخرى لتبني هذا الحل الشامل والعادل الذي يضمن الاستقرار وعدم تكرار مثل هذه المأساة الإنسانية. مصر من أول يوم، ومصر يمكن عايزين نتكلم بمنتهى الأمانة، مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود منذ سنة 48، ومصر من أكثر الدول، ولا يعني إحنا لا نباهي ولا يعني من قبيل إن إحنا يعني نتباهى بهذا الموضوع، لكن هو ده الواقع. مصر فعلا من قبل 48 وهي بتتحمل عبء الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويعني ساهمت بأغلى أرواح عشرات الألوف من شبابها على مدار العقود السابقة اللي استشهدوا على هذه الأرض وهم بيدافعوا على القضية الفلسطينية. وفي كل المعتركات الأخرى الدبلوماسية كانت مصر دائما داعمة لهذا الموضوع، وعلى البعد الاقتصادي دائما حريصين على مساعدة أشقائنا في فلسطين ودعمهم في كل شيء. النقطة المهمة اللي احنا عايزين نؤكد عليها واللي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية لا على حسابها ولا على حساب حد غيرها. دي رسالة لازم تبقى واضحة للعالم كله. هذه القضية مرة أخرى لن تحل إلا بالحل اللي أقره العالم كله، وهو حل الدولتين. هذا هو الحل الشامل الذي سيضمن السلام في المنطقة. أي حلول أخرى سينتج عنها مهما كانت محاولات فرضها سيظل عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان لكل الدول في المنطقة مستمر. وفي المؤتمر الصحفي من قدام معبر رفح، رئيس الوزراء قال إن الدولة المصرية بتعلن عن انطلاق خطة تنمية شاملة لمحافظة شمال سيناء باستثمارات هتتجاوز 400 مليار جنيه، وده لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة للمنطقة لخدمة أهالي شمال سيناء وأهل مصر كلهم. الشغل الحقيقي اللي تم على هذه الأرض
وأنا بقولها وبأكدها كمصري قبل ما أكون مسؤول، الشغل الحقيقي لتنمية هذه الأرض بصورة جادة ومش مجرد حلم أو تخطيط ولكن تنفيذ على أرض الواقع بدأ تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من 2014. احنا ما كناش يعني، واللي عايز اقوله ان احنا من ساعة ما بدأنا من 2014 احنا مش بنشتغل في ظروف طبيعية. شمال سيناء كلنا عارفين، واهالي شمال سيناء اللي موجودين واللي انا سعيد ان انا اشوفهم معايا وقابلتهم يمكن من اسابيع قليلة لما جيت في الزيارة السابقة، كانوا بيعانوا زي ما كلنا بنعاني من ويلات الإرهاب اللي استمر على مدار 10 سنين. إرهاب مقيت، كنا كل أسبوع ما بيعديش إلا وبنسمع عن حادثة استشهد فيها أو أولادنا من القوات المسلحة أو الشرطة أو أبناء شمال سيناء أو أصيب فيها عدد كبير. فكان هناك خيار إن إحنا نقعد نحارب ونقعد 10 سنين لغاية لما ننهي الإرهاب من غير ما نعمل أي حاجة، وده هيبقى طبيعي وشيء منطقي انها منطقة ساحة حرب وان احنا ما بنعملش حاجة غير ان احنا نحاول نحارب الارهاب. لكن القرار الاستراتيجي اللي خده سيادة الرئيس كان من اول لحظة ان احنا لازم ننمي سيناء جنبا الى جنب مع دحر الارهاب. وده اللي اتعلمناه كلنا كناس خبراء ومتخصصين، عشان تأمن اي مكان من اطماع الطامعين مش انك انت فقط تحط فيه اقوى الجيوش واكثرها تنظيما وتسليحا، كل ده ما يغنيش عن انك تنميها. الشيء الوحيد اللي يحمي اي مكان انه يكون مكان تم تنميته وتم اشغاله وتم تعميره بحيث لا يستطيع احد بعد كده انه يفكر ولا يحط في احلامه ان يبقى هذا المكان مطمع ليه. ده كانت لازم كلنا نبقى واخدين بالنا، دي الاسس اللي شغالين عليها كدولة، إن لازم هذه المنطقة تتنمى ونعوض عشرات السنين اللي اتأخرت فيها عملية التنمية. عشان كده كان إطلاق سيادة الرئيس من 2014 المشروع القومي لتنمية شمال سيناء، أمنيا بإن الحرب على الإرهاب تفضل تستمر لغاية لما نقضي عليه، واللي الحمد لله استطعنا هذا الكلام، لكن أيضا اقتصاديا واجتماعيا يتم. زي ما قلت لحضراتكم كان ممكن يبقى بيتاخد قرار ان احنا ما نستنى على التنمية لغاية لما نخلص الارهاب وبعد كده نبدأ، لكن كنا هنضيع وقت كتير. عشان كده بدأنا بالشغل الاصعب، البنية الاساسية الكبيرة اللي محتاجاها سيناء عشان تنطلق عملية التنمية. بتكلم هنا على ايه؟ على كهرباء ومية وصرف صحي وتحلية وشبكة طرق وانفاق تربط هذه المنطقة بمصر بصورة كاملة. دي كانت أكبر وأصعب جزء ممكن إن إحنا نتخيله، هو ده اللي عملناه في العشر سنين دول. لأن اللي إن شاء الله إن إحنا هنطلقه النهاردة، واللي النهاردة سيادة الرئيس مفوضني إن أنا أعرضه على حضراتكم، ده اللي إحنا بنقول عليه إن شاء الله هيبقى الجزء الأسهل والأسرع. إزاي يطلع فوق الأرض؟ إزاي أنمي وأشغل وأعمل تعمير وتنمية زراعية واقتصادية وصناعية وعمرانية وسياحية في كل المناطق اللي إحنا هنعرضها؟ الأصعب إنك تعمل البنية الأساسية، وده اللي استغلينا فترة الحرب ضد الإرهاب عشان نعمله. يعني لو كنا بدأنا النهاردة كنا هنحتاج 10 سنين تانيين عشان نبدأ نعمل هذه البنية الأساسية. إنما إحنا الحمد لله، وده كان قرار الحكيم من سيادة الرئيس، إن نشتغل مع بعض بالتوازي. امبارح كمان تابعنا مؤتمر صحفي مهم جدا لدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية، وكانت ردوده على الصحفيين مهمة جدا وقاطعة وبتقدم إجابات منضبطة جدا وتعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية. امبارح من أبرز تصريحات دكتور ضياء رشوان أنه أكد أن مصر لن تقبل أبدا بالتهجير القسري لأي مواطن فلسطيني إلى الأراضي المصرية، وطالب كمان بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإنقاذ الأبرياء والمدنيين. مصر أيضا تؤكد على رفضها القاطع وانحيازها التام للقانون الدولي الإنساني، وبخاصة معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر أي تهديد أو أي نقل أو أي تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين سواء داخل الإقليم المحتل وهو هنا قطاع غزة أو إلى أي مكان آخر خارج هذا القطاع. الأمر الثالث أن مصر تؤكد بشكل واضح وصريح وصارم أنها لا تقبل أبدا ترحيل أو تهجير
أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية، وبشكل خاص ما زعم ونشر وأذيع عن مخططات عرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولية لتهجير قسري تحت تحديد السلاح للإخوة الفلسطينيين إلى مصر. مصر سيادتها على أراضيها هي ملك لشعبها. الشعب الفلسطيني شعب شقيق، ونحن من حرصنا على أنه شعب شقيق لا يمكن أن نقبل أن تصف القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر. والشعب الفلسطيني نفسه أبرز على لسان كل قياداته وعلى لسان الطبيعية والتنظيمية والفصائل أنه يرفض التهجير، وأنه قد هجر مرة واحدة إبان النكبة عام 1947-1948، وأنه لن يقبل أبدا التهجير من أرضه ويفضل أن يموت فيها.